وجد زوجته أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها جالسة تذكر الله جل وعلا، فذهب وصلى وجلس حتى ارتفعت الشمس، ثم رجع مرة أخرى إلى أم المؤمنين والشمس قد ارتفعت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما زلت على هذه الحال منذ أن تركتك؟ أنت لازلت تذكرين الله كل هذه الساعات؟ قالت: نعم يا رسول الله، أنا جالس أذكر الله عز وجل. عادة أهل الإيمان أهل التقوى وقتهم كله ذكر الله جل وعلا. فعلمها النبي كنزا من الكنوز، كنزا من الكنوز. قال: قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، يعني ما تأخذ دقيقة، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، يعني أثقل مما قلتيه في الساعات كلها. وماذا قلت يا رسول الله؟ لنتعلم، لنحفظ، لنردد، لنحفظ أولادنا، لننشرها في الأمة. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. حفظناها؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قالها ثلاث مرات أفضل من ساعات طويلة بذكر الله عز وجل. ولهذا الله جل وعلا يحذرنا أن نخالف الذين لا يذكرونه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.